تحدثتم مؤخرا عن علاقتي، عن أن بريطانيا تبحث عن علاقة حديثة مع العراق، وجزء من هذه العلاقة هو مبني على الاستقرار الإقليمي، على مكافحة الإرهاب. وفي نفس الوقت كما تعلمون، العام الماضي كنا أمام هجمات خطيرة من قبل الجانب الإيراني تجاه إقليم كردستان، توقفت نعم، ولكن هنالك تهديدات متجددة بعودة الضربات الإيرانية تجاه إقليم كردستان، قد تكون في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. كيف تنظرون لهذا الوضع؟ أعتقد مهم أن خليني أعود إلى الصورة الكبيرة. فإحنا نعترف بأن هناك علاقة طبيعية بين العراق وإيران كجيران، فلديكم حدود طويلة مشتركة، لديكم قضايا أو تحديات مشتركة. مثلا العراق وإيران لديهم نفس البيئة، شحة المياه، أيضا تحريب المخدرات. ففي عدة ملفات جديدة بالإضافة إلى الروابط العميقة ما بين البلدين، عائليا، دينيا، اجتماعيا. في كثير من الروابط بين البلدين، فالعلاقة مهمة للعراق وإحنا نعترف بهذا. ولكن الآن العراقيون، الشعب العراقي يتمتع بفترة الاستقرار، استقرار سياسي واستقرار أمني، ولكن كلنا ندرك بأن هذا استقرار هاش إلى درجة ما. وتحديد لاستخدام العنف والصواريخ لتحقيق أهداف معينة قد يقوم بزعزعة استقرار العراق، والشعب العراقي يستحق فترة الاستقرار والأمن. فإن شاء الله الجانبين سيرجعوا وسيعودوا إلى طاولة الحوار ويحلوا المشاكل أو الاختلافات عن طريق الاحترام المتبادل وأيضا الحوار.